اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للثواب بمنك وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك. خدای من، خودت به من اجازه دادی صدات کنم، ازت خواهش کنم، حاجاتم و بگم. من گرسنه حاجاتمم، اومدم تو حرم امام رضا حاجتامو بگم، به نیابت از اونایی که خیلی دلشون میخواد تو این حرم نورانی باشه. فاسمع یا سمیع مدحتی واجب یا رحیم دعوتی وقل یا غفور عطرتی. پس بشنو مد و ستایشت را از زبان من، ای مهربون جوابم و بدن صدات میزنم، ای بخشنده لغزشام و اشتباهام و نادیده بگیر. بار اولت داری اینطوری حرف میزنی با خدات، نه والله. فکم یا الهی من قربت قد فرجتها قبلا ام قمر از دلم برداشتی یادم، و هموم قد کشفت گرفتاری ها و عدوهم و باز کردی یادم. خیلی فکمه، چه بسیار، چه بسیار. و عسرت قد اقلت و رحمت قد نشرت و حلقت بلاء قد فککت. خلاصه تا این جای دار بخوام بگم، وقتی از کسی هم چیزی میخوای این مسیر رو میریم، اما زیباترین مسیر در خانه خداست. خدای اول با حمد و ستایش تو شروع میکنم، تو به سمت راستی و درستی میفرستی منو، تو خیر منو میخوای. یقین دارم اگه کسی بگه مهربون، تو از همه مهربون تری. یقین دارم اگه کسی بگه انتقام، اگه کسی بگه شکنجه، تو از همه جبار تری. آخ 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 آخ
تو به من اجازه دادی صدات کنم، پس بشنو ای شنوا، میخوام تعریف تو کنم. جوابمو بده مهربون، لغزشامو ببخش بخشنده. قبلا هم خیلی از این کارا کردی، حالا میخوام مدح تو بگم. الحمدلله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيره. الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمد الظاهر بالكرم مجد الباسط بالجود قده الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيد كثرة العطاء إلا جودا وكرما إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير مع حاجة بي إليه عظيمة وغناك عنه قديم وهو عندي كثير وهو عليك سهل يسير. حاجات من برا من بزرگه، برا تو کاری نداره. اللهم إنا عفوك عن ذنبي وتجاوزك عن خطيئتي وسفحك عن ظلمي وسترك على قبيح عملي وحلمك عن كثير جرمي عندما كان من خطئي وعمدي. أتمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك الذي رزقتني من رحمتك وأريتني من قدرتك وعرفتني من إجابتك فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستأنسا لا خائفا ولا وجلا مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك. فإن أبت عني أتبت بجهلي عليك ولعل الذي أبت عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور. فلم أر مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي. يا رب يا رب إنك تدعوني فولي عنك وتتعبد إلي فأتبغض إليك وتتودد إلي فلا أقبل منك. كان لي التتبل عليك فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي.
والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك فرب عبدك الجاهل ببندي نادان رحم كن وجد عليه بفضل إحسانك إنك جواد كريم. الحمد لله مالك الملك مجر الفلك مسخر الرياح فالق الأسباب ديان الدين رب العالمين. الحمد لله على علمه بعد علمه والحمد لله على عفوه بعد قدرته والحمد لله على طول عناته في غضبه وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الإصباع بالجلال والإكرام والفضل والإنعام الذي بعد فلا يرى وغرب فشهد النجوى تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله ولا شبيه يشاكله ولا ذير يعبده دار عزة العزاء وتوازى لعظمته العظماء فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أناديه ويستر علي كل عورة وأنا آسيه ويعظم النعمة علي فلا أجازي. فكم من موهبة هنية قد أتاني وعظيمة مخوفة قد كفاني وبهجة مونقة قد أراني فأثني علي حامدا وأذكره مسبحا. الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب عامله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويدع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهارمين نكال الظالمين
صریخ المستزرخین موضع حاجات طالبین معتمد المؤمنین الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانه از خوف خدا آسمان ها به صدا می افتن ساکنان آسمان ها می لرزن اون وقت من بنده هر جوری دلم بخواد تا می کنم یه گوشه این بندگی با خدا وصل باشه توسلم بکنم درست میشه نمیگم اینطور درسته که همینطوری به شب میگه دیدم رفت تو مسجد نماز خوند خیلی تون اومد بیرون گفتم این چند دقیقه کجا رفتی گفت نماز خوندم به این سرعت و من که میدونم نماز خوندنم به دردم نمیخورم فقط اومدم به خدا بگم آی خدا من یاقی نیستم مناجات خوندن منم به درد خودم که نمیخوره این مناجات کجا مناجات آقام کجا تو که غنی از مناجات کردن مایی ما امشب اومدیم تو حرم امام رضا بگیم آی خدا به امام رضا قسم ما یاقی نیستیم بیچارمون نکنی الحمدلله الذی من خشیته ترعد السماء و سکانه و ترجف الارض و امارم وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير میگه میفرماید در آسمان ها دیدم ملائکه دارن قصر میسازن قصر با شکوه گفتم این قصر از آن کیست عرض داشتن یا رسول الله این قصر مال یکی از مؤمنینه اما بعضی وقتا مصالح میرسید اینا کار میکردن بعضی وقتا مصالح نمیرسید اینا کار نمیکردن مصالح این قصر قصری از نور خشتهای نور مصالحش چیست؟ گفتن آقا جان صلوات بر تو و آل تو
حالا این همون مسئله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيارتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضلها وأحسنها وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين. بقوا يا علي. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم ومد وسط ميدان سپاه دشمن شروع کرد رجز خان از جبهه مخالف بعد شروع کرد قرآن خواندن صدا زد عم یتساءلون عن النبأ العظیم به همین جاش که رسید مولا فرمود صبر کن والله انا النبأ العظیم اون خبر بزرگ منم که در من به اختلاف رسیدی آیت کبرا علی علی همه وجودم علی تار و پودم علی بود و نبودم علی همه وجودم علی تار و پود بود و نبود یه کار دل اینطوری وسط مناجات مرغ دل ما چه خوش هوایی دارد ایوان نجف ایوان نجف عجب صفایی دارد علی علی میخوای صلوات بر مادر سادات بفرستی مقدمش مدح مولا شد وقتی مدح علی رو میگی فاطمه از عمق دل دعات میکنه و ولی جان چرا سر در گریبان چون جنینی علی جان برای من امیر المؤمنین
آن که باید این چنین باشد منم، شرمگین و دلغمین باشد منم. علی جان خواستم یاری کنم اما نشد، ریسمان از دست هایت وا نشد. علی جان اللهم وصل على صدیقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين وصل على سبت الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. ای خدا جوونای ما رو به جوونای حسین ببخش، اون شهدایی که جوون بودن بندگان خاص خدا بودن، راهی رو که عرفای کار کشته تو عشق هفتاد هشتاد ساله می رفتن، اونا یه شب رفتن. و صلی علی امت المسلمین علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی والخلف الهاد المهدي. حجاجك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائما، اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وهفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. آقا جان ببینی ظاهرا این ارتشی ایستادن برای تو به امید روزی که ما رو صدا بزنی، ما هم باشیم در رکاب شهید چیم. اما قبلش ببینیم با قاتلای مادرت چه میگنیم. سربازاتو میبینیم محاسن سفیدا نوجوانا پسر بچه ها دختر بچه ها خانوم هم اینا اومدن میگن ما اگه نبودیم کمک فاطمه کنیم. ایستاده میخونیم به احترام آقامون، هر کی هم خسته شد بشون
اللهم اجعله الداعي الى كتابك والغائم بدينك، استخلفه في الارض كما استخلفت الذين من قبلهم، مكن له دينه الذي ارتديته له، أبدله من بعد خوفي أمنا، يا عبدك لا يشرك بك شيئا، اللهم أعزه وأعزز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم اظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والغادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فعملنا، وما قصرنا عنه فبلغنا. اللهم المن به شافنا واشعب به صدعنا وارتق به فتقنا وكثر به ذلتنا واعزز به ذلتنا واغن به عائلنا واغن به مغرمنا واجبر به فقرنا وسد به خلتنا ويسر به عسرنا وبيض به وجوهنا وفك به أسرنا وأنجه به طلبتنا وأنجز به مواعيدنا واستجب به دعوتنا وآتنا به سؤلنا وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا وآتنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المؤتين، اشف به صدورنا واذهب به غيظ قلوبنا، واهدنا بما لم اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، وانصرنا به على عدوك وعدونا. إله الحق آمين. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا، فصلى على محمد وآله وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله وبذر تكشفه ونصر تعزه وسلطان حق تظهره
ورحمة منك تجللنا وعافية منك تلمسنا برحمتك يا رحمن.